بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما شاهدتم أقمنا صلاة الغائب ترحما على أرواح الشهداء الذين ماتوا جراء هذا الزلزال وهذا البلاء. نسأل الله تبارك وتعالى يرحمهم وأن يغفر لهم. وهذه الصلاة جاءت بأمر من أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لكي نترحم على هؤلاء الذين أفضوا إلى بارئهم وإلى خالقهم. وأقل ما يفعله الشعب هو هذا التضامن، تضامن روحي معنوي بإقامة صلاة الغائب على أرواحهم الطاهرة، وبتضامنهم المادي هؤلاء يحتاجون، يعني المنكوبون يحتاجون إلى التضامن وإلى التعاون. وقد أطلق المغرب حملة للتضامن والتعاون من أجل إنقاذ من على قيد الحياة، ومن أجل انتشار الجثث التي قضت في هذا الخطب الجلل. نسأل الله تبارك وتعالى يرحمهم جميعا. وهي دعوة للتضامن، دعوة للمغاربة جميعا للتضامن، فهذا الحدث وهذه الكارثة تستدعي التعاون والتحابب والتآلف. وقد سخرت دولتنا المباركة مجموعة من الجهود من أجل ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى يجدد الرحمات على من مات، وأن يرزق المرضى الشفاء العاجل، وأن إن شاء الله تبارك وتعالى يبارك في هذه الأماكن التي فقدت فيها المنازل والدور. كما كانت هذه الصلاة إن شاء الله سبحانه وتعالى رحمة لهم، لأنها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ملك الحبشة عندما وصله الخبر ووصله نبأ بوفاته، ولم يصلي عليه أحد، فأقام الصلاة مع الصحابة ترحما عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجدد الرحمات عليهم، أن يجدد الرحمات عليهم، وأن يرزق كل من فقد حبيبا أو قريبا أن يرزقه الصبر والسلوان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أدينا بعد قبل قليل صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين قضوا في زلزال الحوز بالمغرب. أسأل الله تعالى أن يتغمدهم برحمته وأن يتقبلهم وأن يشافي المرضى. وكان قدم واحد النداء إلى جميع المغاربة لتقديم المساعدات، سواء المساعدات مادية أو معنوية، يعني على أقل ذلك الدعاء، أن ندعو معهم، أن ندعو للأموات بالرحمة والمغفرة، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى للمرضى بالشفاء العاجل وتقديم المساعدات. وشكرا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وإن إليه راجعون. الله يرحم أخوتنا نزيل الحوز، الناس مراكش، الله يرحمهم. الصراحة احنا وقع هنا في مدينة قنيطرة او غير مدينة قنيطرة، كل القلوب مع اخوتنا اللي في مراكش والنواحي والحوس. والله يرحمهم، الله يكون معهم، الله يصبرهم. الصراحة كنا يعني تدمرنا الحمد لله، وهذا هو امر الله الحمد لله. الله يصبرهم والله يرحم جميع المسلمين ان شاء الله. ادينا صلاة الغائب هنا بمدينة قنيطرة الحمد لله، داعينا مع اخوتنا، الله يرحمهم، الله يغفر لهم، والله يسكنهم في جنة النعيم إن شاء الله يا رب. صار رسالة لجميع المغاربة باش يتضامنوا مع خوتنا اللي توفى واللي مصابين، يحاولوا يتضامنوا معهم وتعاونوا معهم بأي حاجة، فهمت كيفاش؟ ماديا ولا معنويا ولا وعي بالدعاء. هو الحمد لله على كل حال، الله يرحمهم والله يشافي المصابين إن شاء الله يا رب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أول بادئ الأمر كنقدموا تعازينا الحارة كافة المواطنين المغاربة اللي توفاو لهم العائلات ديالهم، سواء أولاد أو أطفال أو كبار أو صغار. نسأل الله عز وجل أن يرزقهم الصبر والسلوان، ونسأل الله عز وجل كذلك أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويتقبلهم عنده إن شاء الله من الشهداء. وكذلك نسأل الله عز وجل من المغاربة كافة أن يقدموا لهم ما استطاعوا من المساعدة،
كما عاهدنا في كل يعني في كل محنه وفي كل ازمه تضامن المغاربه الحمد لله معروف عليهم الكرم والخير ولن ينسوا اخوانهم ان شاء الله. هذا ما كان والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم اخوان المشاهدين، كنقدم التعازي لضحايا الزلزال اللي توفوا في الزلزال ديال المغرب الامس، وانا لله وانا اليه راجعون، وكنتمنى للشعب المغربي يستمر في التضامن مع الاخوه اللي توفوا وان اليه وان اليه راجعون. لا اله الا الله. هذه صلاه الغائب ترحم على الشهداء اللي توفوا في الزلزال، ان لله وان اليه راجعون. بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله. كنقول لك واحد الهضره، الحمد لله على كل حال امر الله كيتصرف، وكنتمنوا من الله يرحم هاد الشهداء والله يرحم الجميع والله يحد الباس، وكنتمنوا من الله يرد بينا ردا جميلا الطريق المستقيم. هادشي ما نقول ادينا صلاه الغائب عذاب. الحمد لله كاين واحد الكميه ما شاء الله، ودا داكشي مزيان، وكنتمنوا من الله يتقبل من هاد الناس ومننا ومن الجميع شي ما نطلبوا. كنطلبوا من المغاربه التضامن مع الاخوان ديالنا، الحمد لله نتمنوا من الله يوفق كل واحد، الله عسى ربي يرفع عنا هذا البلاء، ونتمنوا من الله الخيرات لنا ولجميع المسلمين.